بسم لا ڕحمان ڕحیم گەشتیە دیدگای دووەم لە کتێویمەازازیر و ئینشا تا ئەسمە یەک دیدگاان خوندو ئەمجمەنازیرە یانی چەند دیدگایەکی تیاەند تا ئێس ەیەکێ بوو ئێستا دێنە سەرمەرجەکانی ئەو شەیەی کە بەکاری ئەهێنی لە داڕشتنا چوووشک بەکارهێنی افرمه چون کلیم رکن کلام است و حسن و قبح آن در رد و قبول کلام دخل تمام دارد واجب دید که اول شروط قبول اول شروط قبول و استحسان و رد و استهجان آن را زیک کند تا منشی کلمات خود را به آنچه سبب قبول و استحسان است محفوظ دارد از ئە چی موجب رد و استێجااست مەفووز نەماێت. ئەە چونکە پایەی قسەکردن بریتە لە وشە. جوانی و ناشیریننی ئەو وشەیەتەخالت و دەستێوردردانی تەواوی هەیە لە وەرگرتتن یاڕەتکردنەوەی قسەەیە بە واجبمانزانانی کەسەرەتا باسیمەرجەکانی وەرگرتتن و بە جوانزانینی کەلیمە، یاخود ڕەتکردنەوە و بەنانشین زانینی کەلیمە باسکەین بۆ ئەوە ئەو کەسەی موشیە و ئینشانووسێ شتە نووسێ نووسە خۆی دەوروبەری خۆی بگرێ بە هەموو ئەو شتانی کە بن بە مایەی قوبۆڵ و جوانی ئەو.وە هەر شتێک مایی ڕەتکردنەوە و بەناشریندانانی ئەوە خۆی لە دوور بکاتەوە خۆی بپارزە یانی بەناشرین زانی بە بما يزانين شرطي شرط اول آن است مرج ككلام متصف به بوشت باشد یکمر ككلامك یک روان به فصاحت تیابه تا كلام از قبول و استحسان خارج نگردد بو او یا او قصه لسنوری و خەڵک بە جوانیشی بزانێ و قوبولی شیکە دووشە دەیە قوبولڵ کردن لەگەڵ بە جوانزانانی جاری وایش ەکە قبووڵە دروستتە بەڵام خەڵک بە جوانی نازانێ بە کاری نایەنکەواتە ئێستەش لە هینە لە دااتشینی و شەو زاراوەکانە لە کۆڕەکانی زانیاری هاانەی کە لە بواری زماناییشەکەن ئەڵێن مەرزنیە تەنها بۆ تاشینی وشەیەک او تاشینه لروی غزمانی و دروز بی او لای خلکیش مقبول بێ ور بگیری و فصاحت کلم و کلام و بلاغت کلام در فصل سالیز از مقدمه بیان کرده شده است اله روانی و شو قسو روان بیجی کلام لبشی سهمی پیشکی کارون کراوتو لا برا صو شلو سي تو ما كتشو هنا صو مرجي دوام تشي انا سكي بعزي اس كلمات هندي لو شكان با وجود اتصاف بفصاحة مختص بلسان مردم او شاء او باش باشد كي عيون حروف عن كلمات رخصار استعمال فزلارا نبي. نبينت چنان كدر كلام خسرو دهلوي واقع الله مرجى دوما ويا مرجى كم فصاحة باشا ويا كم متصل كلامك كم متصل فصاحة شرط دومو إلا بعض الكلمات هرتش فصاحتي تيايا بلام تايبت به بزمان خلق عادي خلق آه. كعيون حروف في أن كلمات رخصار استعمال استعمال فزارة نبينات چاوی حروفیی و کەلیماتانە دەموچاوی فزەلا نابێ پیانی هیچ مەجلسی پیاوە گەورەکان نییە وەکو نمونونەیە گێن نەوە لە کەلامی خوسروی دهلوی کاڵێ باز دگومگەشت دەرکو ش منە دیواوان نەرا ئەڵێ لە کۆڵانی ئەوە لە کووی ئەوە لە دەوروبەری ماڵی ئەوە جارێکی تر دڵی من وون بوو منی دیوانە دڵون بوو اس کجا کردم نگاه نگاه آن شَكْلِ قلاشان را لکیو سيري او شكل قلاشان يمكن قلاش يعني في الباس جاء الله لفظ قلاشانة هيك كن لو شاني عام بك يعني شرطي ساري است دوامك يا ليتشي يا ليت مرجي دوام. ابي فصابة برج سيام الله بعض لو كلماتنا هرشا فصيحا هي نوعا ما يخلق به. اه. سيهاما ويا انس كي هر كلمة باور كي مستعمل اهلي ان شاء کەلیمە ئەفاازە زەبانی قەلمی فسەحا باش ئەوانەی کە ئینشاعنووسن هەر کەلیمەیەکی فارسی کە بەکارێنن لەو کوشانە بێ کە خەڵکە نووسرە فەسی هەکار بەکارێنن ئەێ ڕاستسە هەندێ وشە هەیە پیاوەزانکان بەکارێنن بەڵام لە نووسینە نایێنن ئەڵێ لە نووسین ش بەکاریان هێناابێت بالا <applause> بالا <applause> <applause> مثل زيراكي آه. <applause> الله مثل لفظ شين كي مستعمل افاضل ما وراء النهر است انه مستعمل زبان قلم إنشاست و زبان قلم بی شین است زمان قلم شین تیانیه به با الحاق يا. يا نشين با و نون یا یا نشین به الحاق نون فقط باشه باشا مثلا او مثل, مثل لفظ شین كمستعملة الفاظ ما وراء النهرس. الفاظ ده وانا بلا 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 بإلحاق با والنون يا نشين بإلحاق النون فقط باشا قربان هيا أنو بيشين هيا نسين نشين آه. و ئەزی ناست کی فوزەلای ماوەڕان نەر دەرشێر و ئینشاری ئاەت لەسانی قەلم کردان ئللا نادرن زاناکانی ماوەڕانن نە هەر حسسااب ئەووایان کردووە لە نووسیننا چ وشەیەک بەکارێت هەر ئەوەوە بەکارێنن قسەی مەبەستەوەە دوۆ ق دوۆر زمانمانێ زمانی ئاخافتن لەگەڵ زمانی نووسین تۆ بێ وشەیە بەکاربێنی هی زمانی نووسین بێت. شرط رابع آن است که بعضی از لغات فارسی که حرکت آن در هر ملکی بر وضعی است در وقت استعمال بر وفق لسان قلم فضلا باشد باشا بونمون الله یکی که تر ویا هند لغ... لزمان فارسی کن حرکاتی حرفکانی لهر ولاته بشیوه بل امتو كبكاري بزاني نوسران چوني بكارين وا بكاري بنه لفظي توسن لهند شو انا توسن لهند شو نوسن توسن كي در بعضي ممالك بفتح ودر بعضي التا مي و در بعضي بضم تا و قلم فصحات تو است توسن تو سن توسن اس با اس بي شڕی خاامیز آنستکی چوون لەفزی مشتەرەکە مستەعملگردردات قەرینەی کی موبەگینی معنی مەقود باشد مەسکوور بات لە فزمان هەیە مشتەرەکە یانی ووشەیەەکەیە دوومەە هەڵگرێ کاتەکە و شەیە دوومەنا هەڵەگرێ کاتێک لە نووسینای نووسی نیشانەیەک دابنەی لە ناو قسەکانە ناو نووسینەکە کە دیاریکەی مەبەست کامیانە مەقستەکە کرد

على لفظ تعزير كي آي آية كريمة مشترك مشتركة ميان دو معنى يكي تعزيم وإكرام ويكي لدان كدون و إكرام و يكي ضربي لدانه كي دون حد است بلان با پیش و پاشي و شكايا در بس تعزيم و إكرام كيما بس <applause> بلان على وحل سابق و لاحق لفظ تعزير قرنه است كي مراد انجا تعزيم است و إكرام كواتا اگر وشي اكري هنا وشكا دو معناه هبو ونا دو معنى كا ورگري چون كا معنى كان پيا چوانا معنى كان اه وانا من كاتو لمن مات في النأنأتي حديث يكيه طوبى لمن مات في النأنأتي بختوري بو او كسيكا لنأنأ عمري نا نا بمعنى سرتاشي ومعنى كوتايشي لا يعني او كسي كلا صدري اسلاما مردوا وضع زور باش مسلمان بو لا بعض قال لا كاتك دين غريبة بيتو بمسلماني امري او بختوره اسا او شي نا نا معنى بيتوانيه ايه كواتا وشيك دو معناي هبه ابي قرينه كي بداني كما بس يعقوا اخوي فروردگار وشي تعزيري بكار هنا دو معني يدش بشيه يا كان رزله گرتن شيا تعزي بدون حد آه خوي عقوبات سي يا قصاصه يا حد يا تعزيره تعزير, تعزير وكو كل كم ككم تربيه لحد قال ببي بياشو باشي وشكا لفظي تعزير بمعنى تعظيم واكرام ابن بقرينا شرط السابع سادس ان استي زياده برس حرف باشد ودر اخر ان الف ممدوده واقع بود جمع ان چنان الفاظ مستنب عنه باشد على بونمون ما بس ما بس وشي ممدوده كأم ألف ممدودي في وكو صحراء وكو سويداء باشا جمع كردنا ويان تأتواني خوتي لي دور خلال نسيني فارسية مثل لفظ الصحراوات وسويداوات كي جمع الصحراء وسويدا باشا سويدا يعني خالي رشي ناودل خالي رشي ناودل وكو بلي ناو ومتقدمان عربي استعمال كردان الله في عرب بكار عن هنا وكو متنبي لشعر يكاوي تويتي سنانك متنبي قفت أست إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها الله أو قوما أو أندب يا ويقولوا تشاكي أنت يا أجر تشاكا كاني تر لناو خلقا ببيت شاكك كاني يعني ام ببن وكو دل ويا كبصيرتي نبي كنا وراسي نبي كشاوي نبي شاوي نا راسي دل حديث. اه الله بلام لم زمانه ودرين زمان فضلاء عرب نيز مثل الفاظ استعمال لم لفظ لفظه وكو بكارنا يعني يعني وشيء وشيء كي وكو الف ممدوده كان كجمع كي بوات به بكارنا يعني. شەری ساابە یانی شتی غەریب مەنووسە وشەیە کە غەریب بێ و خللای بەکارهێنانی ئەدیبانی ئەمڕۆ بێ تۆ بەکاریمە شەری ساابێ ئاست کێ توانوانەمە چەند شەر شەکان زۆرم تا دوزە مەرجەچێ تا دوانزە مەجە چ وەزەمە ووس محەممەدیش بێتاقەتە بێ. <applause> شرطي حوت <applause> شرطي سابي أنا اسكي كلمات الرباعي كي از مفرد آن سيقلي در لسان حاصل مي شوات آن مستعمل نگردد علي او وشاني كتشوار بيتين كا اوان قرسايا لسر زمانا دروسكا جمعكي بكار نياني يعني. منو لقلق جمعكي لقالقة ها <applause> مثل لفظ لقالق قلاقل كجمع جمع لقلق قلقلس وانه الفاظ در شعر بعض الشعراء السابق عرب بر سبيل قلد است ام شان لا هند لشاعران في عرب بكامير رياو اتو تنان كي متنبي است فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل باشا، فقلقلت بو اهتمام قلقلت يعني جولانم بو خميك ناخي من هجاندوا قلاقل قلاقي لعيسين باشا آه قلاقي لعيسين يعني كان حشتريكي كلهن قلاقلو كسر بيشت عن جورة قوتها ما كلمة قلاقي لك من على ميكا لشاعراني بيشينا بكاري انا وبكامي بس تو هر بكاري بکاری میانه. ماله متنبی متنبي بكاري أناو. تو بكاري مي هر متنبي خو شعري شيء لقلقي دعوك علينا والله وملمومه سيفيه رباعيه يصيح الحصى فيها صياحا لقلقي وملمومه سيفيه قَلَاقِلَ عِيسٍ عيس حشترى حشتري قَوْرَة آه كل كنا كل هن قلاقلو كهميا بسر قلاقل عليك بالهم الذي قلقل أو خَمِكِ كيوان أو خَمَكَ كناخها جانم بو بسبب يومينش سرپشتى حشترى كان به جنم كتين زور جورا وملمومة سيفية رباعية يصيح الحصى فيها صياح لقالق ما شاء الله سباك يوا كوبونه كو همون سباي سيف الدولة هم هي بني الربيع آه كو هو جمع بوبون سيفيان يعني منسوب بو سيف الدولة ربعية منسوب بو بني ربيعة يصيح الحصى فيها صياحا لقالق باشا زيخي زيخي ميداني شر جي أس آه دنجي لوا هات وكو دنجي لقلق آه معنية بيت معنى بيتك إنك لشكر منسوب سيف الدولة وهم از بني ربيعة جمع آمده بودا كوبو بكسرتي بزوريك كي آواز ميداد سانقها درميان السمهاي أس مثل آواز دادن لقلقها دنگی زيخي جرسمي اسپکانیان که دنگی او دنجي تق تق داني هن دمي دنوكي لقلقه كان حاجه لقلقه ومثل حقائق ودقائق دقائق وشقائق ما ازق بي ازين قوام زنا حقائق جنبه بكار بين چون كل قلق وقلق الوا يا دقائق وشقائق بوچي أملم لم قبيلنيه چون جمعي قلق قلقله لقالق جمع لقلقه حقائق جمع حقيقية كسلاسية دقائق جمع دقيقة شقائق جمع شقيقة أمانا بلا 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 بل. بل زيرا كي رباعي نيست شرط الثامن اش بخياني نوباشا شرط الثامن آنست كي بعضي الفاظ فارسي كي استعمالي در هر است مثل لفظ تسبيده كي در بعضي ممالك تفسيده وذر بعض تصفيده ميگویند در وقت استعمال باید كي موافق لسان قلم باشد وان آن است يعني وشي كه بسيشد صلنده شون بربع و در ربع با جمعه و ته بارزاق أودي أزرع اه باشا قربان الله تو كه ببين يعني نوسران بكاري بين نك بفي قسنه و خلق وشي تش تصفيده لنده شونا الان تفسيده لان دشون الان تسفيده بلان تو صحيح هكا بكار بينك يا <تصفيق> بلان <تصفيق> باشا قربان تايرا والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين